عقدت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن مؤتمرا صحفيا في العاصمة صنعاء، أكدت فيه أن أكثر من 80% من الساعات الدولية الخاصة بخدمات الأنترنت في اليمن خرجت الخميس الماضي نتيجة قطع تعرض له الكابل البحري الدولي فالكون بالقرب من ميناء السويس، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح تتم متابعتها بصورة مستمرة. البلد الآن متضرر بشكل كامل، احنا الآن نعمل على حوالي 20% مع الزيادات البسيطة اللي تم زيادتها خلال الأسبوع، سنصل إلى حوالي 38% من الساعات العاملة التي كانت قبل القطع، وهذا طبعا مشكلة كبيرة في تضرر مصالح ناس، في تضرر المصالح المؤسسة العامة للاتصالات، في تضرر المصالح شركة تليمان، في المجتمع كله متضرر. وبالتالي احنا حبينا نعمل هذا المؤتمر الصحفي على أساس التبيان للرأي العام بهذه المشاكل، وأن هناك في حلول ممكنة تحتاج إلى تعاون جميع الأطراف من أجل تحييد قطاع الاتصالات ومن أجل تحديد مصالح الناس بشكل عام عن الصراعات السياسية والعسكرية. وذكرت شركة تليمان في مؤتمرها الصحفي أنها حريصة لاستمرار خدمات الأنترنت في بذلها جهود كبيرة في توفير ساعات إسعافية مؤقتة إلى حين عودة الخدمة بصورة كاملة. نشرنا يوم السبت عبر وسائل التواصل خبر متعلق بأنه هناك في كابل قطع كابل، وأنه هناك دول متضررة بشكل كبير مثل السودان والسعودية، وكما ذكرنا في العرض أنه إحنا مشكلتنا إلى حد ما مشكلة خاصة، لم نتمكن من استخدام البدائل المتاحة لدينا، وإلا لم يكن لأحد أن يشعر. إحنا نمر يا أخوان في ظروف استثنائية وصعبة، ومن باب الشفافية وضعناكم في الصورة أمام ما يجري في واقع الأمر. كان لدي 7 خيارات 7 مسارات بإمكاني أن أؤمن، بحيث لو انقطع واحد منهم يستحيل أن انقطع 7 في وقت واحد، لكن إحنا في وضع استثنائي. وأوضحت الشركة أن اليمن كانت أكثر الدول تأثرا بقطاع الكابل فالكون كمصدر رئيسي لتوفير الساعات الدولية، وعدم قدرتها من الاستفادة من البدائل التي تمتلكها بسبب ظروف البلاد. ونفت الشركة أي أخبار أو ادعاءات تحاول تشويه سمعة الشركة، مؤكدة حرصها على الالتزام بمعايير المصداقية، وأنها تبذل جهودا جبارة لاستمرار تقديم خدمة الأنترنت للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية، وتقدم بالغ أسفها واعتذارها للجميع عن هذا الانقطاع الخارجي عن إرادتها.